لو نتحدث عن الويندوز، خلينا نجي اللي هي شنو مكونات الحاسب. الويندوز هو جزء السوفت وير، البرامج مثل مايكروسوفت اوفيس، باوربوينت، بقية السوفت وير من غير شركات، هي تعتبر جزء السوفت وير. الجزء الهاردوير هو الجزء المادي مال الحاسب، يعني الكيبورد، الماوس، الكيس، البرينتر، السبيكرز، هذين اللي تشوفوهم قدامكم، هاي تمثل هي الأجزاء الأساسية بالحاسبة أو حاسبة عادي. طبعا طريقة تعامل ويا البيانات، الحاسبة حتى تعالج البيانات مالتي عندي فد انبوت المفروض وعندي الاوتبوت، والحاسبة هي وين راح تجي تخزن، تخزن البرامج مالتي، تخزن الملفات كصور او ملفات البرامج نفسها، راح تجي تخزنها بستورج. وطريقة انه شنو الجزء المادي اللي يعالج لي هاي البيانات يسمونه السي بي يو، بالاضافة للسي بي يو عندي اكو رام واكو عندي اللي هو الكاش ميموري الى اخره، مكونات الحاسبة المادية. الانبوت ديفايسز، انا من اريد ادخل معلومات الحاسبة سواء عن طريق كيبورد او ماوس، هذا تعتبر هذين الاجهزة هن انبوت ديفايسز. فانواع هنها راح نشوفوها هنا معددين، انه الكيبورد، الماوس، التراك بول، هاي شغلات انه قديمه، تاتش باد تعرفون، يعني كل لابتوب موجود به تاتش باد اللي هو شبيه الماوس، شبيه عمل الماوس، تاتش سكرين، يعني اكو مثل التليفون اكو حاسبات فيها تاتش سكرين، اوبتيكال سكانر اللي هي ماسحة ضوئي تقدر تمسح الصورة، يعني مو تمسحها ديليت وانما تسوي لها سكانينج بحيث انه تخزنها بالحاسبة، ديجيتال كاميرا هم تقدر تربط ديجيتال كاميرا بالحاسبة، وبقية الانبوت ديفايسز. هذا شكل الكيبورد، يعني شايفين شنو الكيبورد. طبعا نظامه الموجود عندنا هو QWERTY اللي هو يكون ترتيب الاحرف بهذا الشكل. ادي مفاتيح بالاضافة المفاتيح اللي هو مالت الارقام، والكتابة عندي الفانكشن كي وعندي الكنترول كي. هاي الفانكشن ما تشتغل وحدها، والكنترول والالت هذني ما يشتغلن واحد، لازم تضغط حرف ثاني او تضغط واحد من الاف اللي هو F1 F2 الى F12. الكيبورد شكل اي كيبورد يكون مشابه لهذا اللي تشوفونه اللي قبل شوي قلنا عليه من F1 الى F12. شكل الماوس يتغير حسب الوظيفة مالته او حسب انت اللي مغيره من السيتنج مالته. فاللي هو هذا اللي يصير بان، اللي هو بس مجرد انه تسحب وما لا تقدر تكتب ولا تقدر انه تسوي اي شيء على نص، دائما يطلع لك في الادوب ريدر. عندك الزوم ان زوم اوت او انه مؤشر الكتابة يظهر لك بهذا الشكل. هذا التصغير والتكبير او تعرض الشاشه مالتك او تصغرها. ماوس، عندي ماوس ليزري، ماوس اوبتيكال. الماوس الحالي هو الجاني استخدمه هو الماوس الليزري. الماوسات القديمه هي بعد يعني انتهت من السوق. قلنا اكو جزء هو خاص بمعالجة البيانات، يعني عندي انبوت ديفايسز وعندي اوتبوت ديفايسز. طبعا الاوتبوت ديفايسز هي تشمل لي المونيتور اللي هي الشاشة اللي عن طريقها اشوف البيانات اللي خزنتها، او البرينتر. البرينتر هي اوتبوت ديفايس، يعني احطيها امر طباعة راح تخرج لي انه عن طريق الحاسبة راح اطلع الصورة او الكتاب اللي طبعته. في حين السكانر هي تعتبر انبوت ديفايسز لانه راح اخلي صوره وراح ادخلها بالحاسبه. فطريقه معالجه البيانات او انه شلون اليه معالجه البيانات، المفروض عندي كل حاسبه هو شيء يسمونه المذر بورد، وتجي الشغلات اللي هي خاصه بالذاكره، ذاكره اللي هي الرام والسي بي يو، واضافه الى الملحقات الثانيه اللي هي انبوت اوتبوت كونكترز تجي تقعد بي. يعني عندي هنا هذا السي بي يو، السي بي يو المفروض يجي يقعد هنا مكانه، حتى هذا مذر بورد يعني الشكل العام مالته خلينا نقول، او انه اغلب المذر بورد هيكون بهذا الشكل.
فعندي هنا سي بي يو، عندي هنا البيرفرال كومبوننت انتركونكت اللي هو موجودات هذني بالديسكتوب كمبيوتر. تعرفون ديسكتوب كمبيوتر اللي هو عبارة عن كيس وشاشة منفصل. اللابتوب راح يكون هو كله قطعة واحدة. فهذني اضافات يجن يعني ضيف لان اضافية او ضيف وايرلس اضافي غير الموجودات بالحاسبة، تقدر تجي تخليهم بهذني السلوتات. عندي الرام، الرام هي مسؤولة عن خزن البيانات وقتيا اللي هي راندم اكسس ميموري. يعني تم تشغل الويندوز شغل على البرنامج لازم يتحمل عندك داخل الرام، والسي بي يو هو مسؤول عن معالجة البيانات. فاكو هواي امور خاصة بالتركيب الداخلي بالحاسبة، احنا ما اريد ندخل بالتفاصيل بس مجرد معلومات عامة اللي هو مثلا باور سبلاي حاسبة انه هي تشتغل على دي سي، فالمفروض عندي باور سبلاي يجهزها اللي هو يحول الفولتيات الى دي سي تكون 12 او 5 حسب نوع الجهاز. وعندي اللي هو الكارتريج قد بفر كومبوننت اناليسيز، عندي الهيت سينك والفان اللي هو يجي قد فوق البروسيسر البروسيسر يولد حرارة عالية. عندي الكونكترز اللي هو الكيبلات اللي تجي تربطها بالحاسبة، كل واحد وظيفته، كل واحد يكون شكل الهارد درايف اللي هو الذاكرة الأساسية الستورج الأساسية، يعني مو ذاكرة انه اقول على الرام اللي هي مسؤولة عن تحميل بيانات البرامج او اي شيء تريد فتحه بالحاسبة عن طريق سوفتوير المفروض يتحمل بالرام. هاي الفلوبي ديسك طبعا قرض السي دي روم والسي دي درايف او الدي في دي درايف كلكم شايفينه انه حتى مو شرط يكون بالحاسب، يكون جهاز منفصل واحده. وهذا شكل الباور سبلاي.